مشغولين احنا بالرزق قوي، مشغولين بمين معاه ومين مش معاه، مشغولين باللي اشتغل وانا يا حسرة عليا قعدت ما اشتغلتش. يا بختها مرة واحدة قالت لي بس والله يا دعاء ما شاء الله عليك، يعني ما كانش بقى في داعي ما شاء الله يعني، بس الحمد لله انها قالتها. يعني عشتي حياتك، انا متجوزة اصلي 30 سنة او يعني قبل ما تم 30 بشهر، عشتي حياتك، عشتي شبابك وحياتك، واتجوزتي واديكي خلفتي اهو واشتغلتي وبقيتي مذيعة واتشهرتي، فاللي هو ايه انا كنت هولع وانا واقفة كده. الحمد لله انها قالت ما شاء الله. فانما انا اتجوزت صغيرة وجالي السكر، هي بتقول كده، فطبعا قلت لها ربنا يشفيكي ويعافيكي ويرزقك الخير كله يا رب، واشفقت بصراحة، اشفقت عليها، لانه انا الحقيقة هقول لكم يعني بصراحة، هي بسم الله ما شاء الله من الأغنياء ما شاء الله، ربنا يزيدها ويبارك لها يا رب، هي من الأغنياء، وهي يعني كانت وإحنا صغير يعني من وإحنا صغيرين وأنا ما كانش معايا، هي كانت من المرفهين، وسبحانه وتعالى إداها حاجات كتير قوي 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 حلوة قوي. بس هي بقى عملت إيه؟ هي مش بص على الحاجات الكتير قوي الحلوة، هي بصت على انه يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بمرض السكر، ربنا يشفي كل مريض، ربنا يشفيها ويعافيها، وبصت انها قعدت في البيت فالدنيا مملة فما اشتغلتش، وبصت بقى على اللي ايه اللي كانت قاعدة دي قالوا عليها عنست وبعدين لحقت نفسها. كانوا بيقولوا عليها كده زمان يعني، وبعدين ايه فتجوزت وايه وخلفت كمان اهي وبتاع واشتغلت ونجحت، فهي بصة بقى على دي، فهي هتستمتع بحاجتها ازاي طول ما هي بصة على الـ على الـ على غيرها. طب ما ده يا جماعة، ما دي حاجة ألف به، هو انت طول ما انت باصص على غيرك انت هتركز في الحاجات الحلوة اللي عندك ازاي؟ يعني ما انت مش باصص لها، ما انت لو بصيت لها، ما انت لو بصيت للحاجات الحلوة اللي عندك، يعني لو بصيتي انك حلوة ده انت جميلة، ده انت قمر، انت بص على مين على فكرة الجمال نزل، يعني مين اللي حلوة؟ ما حدش حلو، انت حلوة، كل واحدة حلوة. لو بصيتي على بيت صاحبتك، ده بيتها تحفة، بيتها تحفة، طب ما تبصي على بيتك، ايه رأيك تخلي بيتك اتحف؟ ايه رأيك؟ وانا لاقية، وانا لاقية. لا، ما هو الحلاوة مش بالفلوس، ده ياما بيوت عظيمة عظيمة تروحيها تبقي قاعدة كأن في حاجة طبق على نفسك. ليه؟ لأنه مش بالفلوس، مش بكتر الحاجات اللي جواها، زحمة ودوشة وحاجة استغفر الله العظيم. وبكلمكم على فكرة الأرزاق اللي ربنا بيديها للناس، كل واحد بياخد رزقه لكن هو مشغول برزق غيره وما يعرفش ان ده كله من عند ربنا، يعني اما دي محظوظة اما ده مش عارفة، ده ربنا سبحانه وتعالى كتبها كتير قوي في القرآن الكريم، بس احنا بنقرأ القرآن الكريم ومش بنركز فيه. فلو ركزنا وزي ما قلتلكوا عندنا خط وعندنا مرجعية، عندنا خط رجعة نرجع له عشان نرتاح بقى، نرتاح بقى ليه؟ لانه الرزق الواسع او الرزق الضيق ده مش بتاعنا بقى، ده بتاع ربنا. اه والله، لا بشطارة ولا بشغل ولا بحاجة، يعني هتقولي احنا بناخد بالاسباب، ربنا فتح ابواب الرزق الحمد لله يا رب، ناخد بالاسباب ونعمل زي ما قلنا بالظبط، نطلع 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 ونبقى كرمة 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 عشان يخلف علينا، فاحنا ناخد بالاسباب، انما جالي ما جاليش ده مش بتاعي، ده مش موضوعي. بصوا الايات القرآنية اللي وردت فيها انه ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق، يعني يقدر يعني يضيقه، كمية آيات قرآنية جت فيها الموضوع ده كتير جدا. الله، في سورة الرعد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. في سورة النحل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله، ده مش بتاعنا،
يعني دي هو فضل دي على دي في الرزق بقى، دي مش بتاع ده كاتب والله، مش احنا مش في ربنا، ده مش بتاعي والله، انا اسفه ان انا ربنا رزقني، انا اسفه بس مش بتاعي، ده بتاع ربنا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم. عارفين يعني ايه؟ يعني اللي ربنا رزقه من واسع مش هيعرف يرجعه، يعني مش هيقول له خد يا رب بقى خده، انا مش عايزه. برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. ربنا سبحانه وتعالى بيوزع الارزاق كيف يشاء، مش بتاعتنا عشان نرتاح يا جماعة، عشان نرتاح في الإسراء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر دي يعني يضيق، كل ما تشوفوها تعرفوا أنه ممكن يبسط ويضيق. طب إيه؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. طب دي بتاعتنا؟ لا مش بتاعتنا. ممكن في آية تانية قالك ممكن لو اديت لحد فلوس ممكن يبغي في الأرض. وآيات بسط الرزق وتضييق الرزق آيات كثيرة في القرآن الكريم، بس لما تشوفوها بس ايه عايزاها تلفت نظركم وانتوا بتقروها، ما تعديش كده، لان دي بتاعت ربنا مش بتاعت مخلوق. ما تبصش لحد في بيته ولا في رزقه ولا في مراته ولا في عياله، حرام عليك. اوعى اوعي اوعي تقولي ابنها بصحته. حكيت لي واحدة صاحبتي انه مامتها كانت مخلفة حد يعني في الأول مقلبز وجميل وكده، فدخلت عليها واحدة وقالت لها وإيه التخن ده وإيه المش عارفة إيه، فقالت لي إنه يومين والبيبي اللي كانت مخلفة ده سخن ومات. فيا جماعة ما تبصوش، دي بتاعت ربنا، هو ربنا اللي رزقها ببيبي مقلبز. يا ستي بيقولي في الحمل بتاعك يا ستي واهتمي، ما تقعدوش بقى تبصوا للناس في أرزاقهم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هل ربنا في الآيات دي قال ليه؟ هو مالش ليه؟ إحنا مالنا؟ هل ربنا ذكر ليه؟ كل الآيات يبسط ويقدر، يبسط ويرزق ويقدر، إنما بيقولك إيه هو بقى اللي عليم. إحنا نعرف ليه؟ ما نعرفش ليه. ده أنا اشتغلت يدي الحلق للي بلا ودان، ده أنا كاريزما، ده أنا كذا، بس في مذيعة تانية مرة سألت على فكرة في البرنامج ده، فقلبك بيروح فين؟ هنا في البرنامج ده سألت سيف زاهر، قلت له في ناس بتقول إن هي أحسن منك، وقالي دي أرزاق، وكان الرد المقنع صح صح. في ناس بتقول إن أنت يعني إيه جيت بقوة الصاروخ وطلعت وبقيت مذيع مشهور وبتاع ومش عارفة إيه، قالي ما دي أرزاق. ده صح؟ ايه الاجابه دي؟ مش هيقعد بقى ينظر يقولك اصل انا عندي كاريزما، مفيش الكلام ده، خلصت. فكره في ناس يا جماعه، في ناس لو شفتوهم عاديين في الحياه لا يمكن تقولوا ان دول يبقوا اهم ناس مثلا في الـ في 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 في, في الشاشه مثلا. ربنا صرف له رزق، ربنا صرف له حاجه، دي ارزاق. فلان بقى النجم مش عارفه ايه وبقى معاه فلوس في سنتين، رزقه ازاي؟ ده ما بيضحكنيش، ده مش مهم، ده ما بيعرفش يمثل، رزقه. الله، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. دي سورة الروم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الأسباب؟ ما قالش الأسباب، هو اللي يعلم. ده في علم الغيب يا حبايبي يا أخوانا، ده في علم الغيب، بناخد بالأسباب وبنشتغل. طب ما ادانيش، خلاص الحمد لله والشكر لله، نعمة وفضل، أنا بصحتي. طب صحتي راحت، الحمد لله والشكر لله، نعمة وفضل، كلنا هنموت هنعمل إيه؟ ما تبصوش لحد في صحته، إله يستركم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أنا لازم أختم بأية حلوة كده ليها علاقة بالجنة، ما ينفعش أختم بحاجة وحشة. يا رب ارزقكم الجنة وارزقكم من وسع ويفتح لكم أبواب الرزق من وسع جميعا يا رب. أقابلكم.